إلى أن ترضي الرب بأن تركع وتسجد بين يديه. ولذلك ربنا يقول لي ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. إذا اطلع الله على قلب العبد ووجد في قلبه محبة لأحد أكثر من محبة الله ومحبة الرسول يبقى هذا دخل في الإيمان. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. يبقى ربنا والرسول ده رقم واحد في الحياة. إذا أنت بتأدي العبادة تبقى عبادة مقبولة. إذا أول حاجة في العبادة عاوزين تبقى إيه؟ عبادات باطنة. دي من العبادات الباطنة القلبية. ما فيش واحد هيقول لك أنت حبيت ربنا النهاردة ولا ما حبيتوش أصل أنا شفتك بتصلي. لا، هذه أعمال وعبادات قلبية تؤدى بالقلب. من العبادة زي الصلاة بالظبط، حركات بالجوارح، هناك عبادة تسمى المحبة. لابد أن يطلع الله على قلبك فيجد فيه المحبة له. يبقى أول حاجة إيه؟ المحبة. ثاني حاجة التوكل على الله. وكل الناس يقول لك إحنا عم نتوكل، طب ما إحنا بنتوكل على الله، لكن لا. إذا جاء لك أمر من الأمور، معنى التوكل والإيمان الصحيح أن تنزل حاجتك بالله أولاً قبل أن تنزلها بالناس. يعني زي إيه؟ ولله المثل الأعلى. أنا ابني مريض وخلاص، يعني عنده ارتفع درجة الحرارة بطريقة كبيرة جدا. الطبيعي والعقل والشرع يقول ناخد الولد ونذهب به لمين؟ للطبيب عشان يشخص العلاج ويديله الدواء. لكن قبل أن ينقدح في ذهني ويستقر في نفسي أن الطبيب الشاطر ده هو اللي يشفي الولد، أن أعلم أن الشافي هو الله، وإذا مرضت فهو يشفي. ولذلك قبل ما اخذ السياره بتاعتي واخذ الولا واتصل بالدكتور وكلام من ده اقول اللهم اشفي ولدي. وعلى فكره احنا الخسرانين، بقول بصدق يعني عن تجارب، احنا الخسرانين. انت بيبقى في ايدك العلاج وانت عارف صعب على نفسك، تروح للدكتور ما تلاقوش، او تروح للدكتور ده يطلع شاطر وما بيطلعش شاطر. فين ربك قبل ده وده؟ فين قول النبي صلى الله عليه وسلم لما جه واحد قال له يا رسول الله الحته دي بتوجعني فادعو الله ان يشفيني؟ قال له لا، حط يدك، ضع يدك على مكان الالم وقل اعوذ بعظمه الله وقدرته من شر ما اجد واحاذر. ادعي ربنا، توكل على الله، قول الشفاء فعلا بايد الله سبحانه وتعالى. ولما يجي الدكتور يعمل العلاج والواد لسه الحراره مرتفعه يقول له شوف لو كنا رحنا للدكتور الثاني الشاطر كان الواد راق. لا والله هي مشكله الطب على فكره، مش عارف ان حد هنا في مجال الطب، الطب كله ما في هناك داء وله دواء معين. هو الطبيب بيبقى له اربع احتمالات للمرض، فبيجرب الاحتمال الاول ويديله العلاج، فاذا نفع يبقى خلاص. ما جاش الاحتمال الاولاني والواد ما شوفيش بيجرب الثاني. ولذلك اي دكتور شاطر حتى لما تروح له بالولد مريض يقول لك انت كشفت عليها قبل كده؟ اه. طب فين الشفه بتاعته؟ عشان ما يكررش الاحتمال اللي قبل منه قرره. لكن لا يعلم الغيب الا الله، ولا شافي للامراض الا الله، بدليل ان الطبيب الشاطر اللي الولد راق على ايده هو ذات نفسه بيمرض بالحراره المرتفعه وربما يموت منه. ما للطبيب يموت بالداء الذي كان قد ابرأ مثله فيما مضى. مات المداوي والمداوى والذي جلب الدواء او باعه ومن اشترى. اذا كله بيد مين؟ بيد ربنا. وانا بقول لك جربها وان كان لا ينفع التجربه مع الله. اول بس طب يا حلاوه كده لو انت جالك اي تعب او مرض او شد صداع وخلي عندك طفل صغير كن حافظ بس كل الله احد كل عز وجل كل عز وجل الناس قول له حط ايدك عليه والدين. الولد الصغير بقى ايه؟ ما هو فم لم يعصي الله قط، لم يجر عليه القلم، احنا كلنا ذنوب. يوم الولد الصغير لما يحط ايده عليك ويقرا قل والله احد المعوذتين طرحنا بعدها الروح في الطويل ان شاء الله باذن الله. وهكذا يبقى عندنا حسن توكل على الله. حسن توكل على الله ان الله بيده كل شيء،
وإذا أراد أمراً فإنما يقول له كن فيكون. مش معنى ذلك أن الشيخ بيقول هنقعد ندعي ونرقي مش هروح للطبيب، وإلا الأطباء ضلين في الجامعات ولا إيه؟ لكن لا، إحنا هذه أسباب، لكن تكون معتمد على مسبب الأسباب وهو الله. زي بالظبط متهيألي إحنا اتكلمنا بكده الخطبة بكده، سيدنا نوح ربنا قال له اصنع السفينة وراح يصنعها على قمة جبل. طب أنا لكن هو حسن توكل على الله، اصنع بيصنع في الحته اللي هي في الحته اللي هي متوكل على الله. يوم لما يجي الطوفان ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر وفجرنا الارض عيونا فالتقى الماء على امر قد قدر وحملناه على ذات الواح ودسر. لو سيدنا نوح عليه السلام قال لك لا انا شغل عقلي وناخذ بالاسباب بس، كان صنع السفينه جنب البحر. ولو هو توكل على ربنا طب يا رب لما انت هتخلي السفينه على قمه الجبل هتمشي، يبقى لازم انا اجيب مسامير واشق الخشب وانشر واعمل الواح واسيبها لما تجف واركبها عشر معشور. طب ما خلاص اعمل لنا سفينه كمان. لا ينفع التوكل بدون اخذ بالاسباب، ولا ينفع اخذ بالاسباب بدون التوكل على مسبب الاسباب وهو الله سبحانه وتعالى. احنا كنا بنقول الكلام ده ليه؟ بنقول في عباده اسمها المحبه، حب واشتياق، وانت تؤدي العباده حتى يقبلها الله. رقم اثنين حسن توكل على الله سبحانه وتعالى، مش في اداء العباده فقط، في كل حياتك تتوكل على الله. في ان انت تصلي ركعتين لله، لو لم يعينك الله على الصلاه لن تصلي. ولذلك بقول لك تقول اياك نعبد واياك نستعين. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما وصى سيدنا معاذ بن جبل قال اني لا احبك فاصيب الا تدع دبر كل صلاه ان تقول اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ايه؟ اعني على ذكرك وشكرك. يبقى طلب العون والتوكل على الله في كل الامور هذه من اجل العبادات لله عز وجل. برضك بنقول ليه الحاجات دي؟ اصل واحد لقناه بيحب الحسين والتاني بيحب مش عارف ايه اكتر، يعني جايز يقعد يسبح ويذكرهم ويروح يزورهم ما يفكرش راح يزور البيت الله الحرام. يبقى ده انسان ايمانه ايه؟ يبقى ده توحيد خالص لله؟ مفتر يعني اسيب ربك سبحانه وتعالى زياره الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا، لانه الزياره لشخص الرسول، بل لان الله امر بذلك. يبقى ده اولى بالزياره، لكن اشد الرحال. وتلاقي انسان يحب يقول لك اسلوب من آل البيت، يعني هو ينفع ان انت تحب آل البيت اكثر من صاحب البيت؟ وهو انت تنفع تحب آل البيت وصاحب البيت اكثر ممن خلق صاحب البيت وآل البيت؟ للاسف بنضحك على نفسنا، وهذا الجهل والضلال واتباع للهوى. الانسان اكثر شيء يمتلك الحب في قلبه لله وللرسول وللصالحين وآل بيت النبي والصالحين. لكن عكسها تلاقي كل سنه لابد يروح للسيد البدوي ويروح مش عارف لمين او اي شيخ صاحب طريق، لكن ما فكر ابدا ان هو يروح يحج او يعتمر او يعمل هذه الاشياء. برضه في التوكل، انت توكل على الله. ده انا الولد مريض وزهقت عند الدكاتره وكلام من ده، لما تروح عند صاحب الضريح وتقعد تتمسح بيه وتقول له يا سيدي فلان اشفي ابني، او البنت ما اتجوزتش بقى عندها 30 سنه. انت تطلب من مخلوق لا يملك لنا، والمشكله انه ايه؟ ميت مقبول. طب لو كان صاحي كان جيت حرك معاك يا عم، ولا كلم واحد زميله اتجوزك. انما ده راجل ميت. الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن نفسه كده في القران صريحا واضحا، قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله. ده الرسول مش هيملكش، يبقى من يملك من الناس؟ ايضا من العبادات القلبيه الخوف. احنا خدنا المحبه والتوكل والخوف. الانسان لما يخاف، انا خاف ان واحد مدير في مؤسسه او شركه او عمل يخصم لي ايام يطردني من العمل، هذا خوف طبيعي. ان انا اكون ماشي بالليل في ظلام وطلع ناس عليا، خاف، ده طبيعي. ان انا مثلا اكون مغترب عن اهلي وخاف ان يصيبهم شيء، خوف طبيعي.
لكن الخوف الأكبر إنما يكون من الله عز وجل. ولذلك لما واحد يجي يقول لي ده زجاجة خمر ولازم تشربها، أنا بوازن بين حاجتين، بين خوفي من الله عز وجل وخوفي من هذا الإنسان، فبقدم خوف الله سبحانه وتعالى على خوف الإنسان. ده هو أكرهني، ربنا يقول له خلاص طالما أنت مكره والأمر وصل لفوق مقدرتك واستطاعتك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى وإيايا فارهبون. لما تحب تخاف خاف من الله، خاف من الذي يملك أن ينفع أو يضر، أن يعطي أو أن يمنع، لكن بتخاف من مخلوق مثلك مثله. ولذلك أحد السلف من العلماء العاملين كان مع أحد الخلفاء الصالحين في بيت الله الحرام، نسأل الله عز وجل متانا وإياكم جميعا بالزيارة. فبعدين العالم من طبيعته أمانة ألا يكتم العلم، فبيعث الخليفة اتق الله في الرعية وقال انظر إلى هؤلاء الحجيج، كانوا في موسم الحج، كل واحد منهم مسؤول عن نفسه أمام الله، وأنت مسؤول عن جميع هؤلاء أمام الله عز وجل. لدرجة الخليفة بكى وتأثر، وكان دايما قبل كده الشعراء كان واحد عامل قصيدة مدح وشعر في الخليفة عشان يديله شوية فلوس، فالرجل لما كلمه ووعظه قالوا طب سمعنا مقالتك فسلنا حاجتك، احنا سمعنا كلامك الحلو وكتر خيرك فشوف انت عايز كام. قالوا لا، قالوا لا، قال في بيت من نحن؟ قال في بيت الله الحرام. قال فإني أستحي أن أكون في بيته وأسأل غيره. هو ده بقى العزة بسؤال الله والتوكل على الله. يقوم يعني قال لك إيه، هو يعني مكسوف يعني قدامي، لكن هو راجل حاله فقير. فبعد ما خرج من البيت الحرام ومشوا بيقولوا ها نحن قد خرجنا من بيت الله فسل حاجتك، شوف أنت إيه طلباتك. قال له هل أنت حي سوف تموت أم أنك حي لن تموت؟ قال أنا حي سوف أموت. قال كيف أترك سؤال حي لا يموت وأسأل حيا سوف يموت؟ فالرجل سكت خلاص. ده اللي احنا عايزينه، أنت لازم تبحث عن شغل ولازم تخاف أن أنت تضطرب من الشغل، لكن قبل وبعد كده لابد أن يكون الخوف أولا من من؟ من الله. وإذا خفت الله خوف الله منك كل شيء. يعني قصص كثير جدا ووارد عن السلف الصالح، أحد الناس يعني كانوا في معركة أسرية وعند مجيء بالليل والناس نايمين بقى بيريحوا عشان يوصلوا المسير بالنهار، فطرق الناس وقام رايح كده بعيد عند غابة وبدأ يصلي لله سبحانه وتعالى. شوف الكر والفر والحرب والجهد، لكن هذا له حل. قام يصلي، فقام واحد بقى بركبه، يعني هو شاف انه راجل صالح فعاوز يشوف يعني اهدوا احنا تعبانين النهارده وكنا بنحارب، هننام. الراجل يضبط الناس نام وخد لمؤاخذه نعله في ايديه وبعيد عشان ما يخرفش شيء، وراح وتوضأ وظل يصلي. وهو رايح قاعد ايه؟ يعني على بعد منه مسافه كده قاعد يتفرج هيشوف صلى ركعتين ولا 10 دقائق ولا 5 دقائق. الراجل بسم الله ما شاء الله مسترسل في الصلاه، ويعني اهل قيام الليل لا يشعرون بتعب، بل اذا ما اراد قوه وعافيه قام يصلي لله. ولذلك كانوا يصفون اصحاب رسول الله انهم رهبان بالليل فرسان بالنهار. هيبقى انت بتفرس الصبح وفوق عاوز ينام ورايح بسم الله، هو يستمد القوه من القوي الاعلى سبحانه بالليل فينطلق كالاسد الضاري بالنهار. ولذلك اوعى يعني اي واحد تلاقيه بيصلي كان بيتعب ويقول انت لسه على اول السن. لما تدخل وتستمتع بالقيام، لما تبقى تعبان ومنهك قوي قول انا عاوز ارتاح، فتقوم تصلي ركعتين. المهم عشان بس ما ندخلش، فظل الرجل يركب والرجل يسترسل في صلاه القيام، الراجل فوجئ لقى اسد جاي على الرجل بيصلي، هو من خوفه مش قادر حتى ينادى عليه او يزعق لانه ممكن الاسد يجي ياكله، فقام طلع على شجره ومستني بقى الاسد هياكل الراجل وعليه العوض.
يعني ختام طيب الرجل يصلي. المهم الاسد جه لغايه ما جاء جنب الرجل يصلي وجلس يعني مفترش الارض بجواره. الراجل قلبه هيتخلع من الخوف وده راجل بيصلي والاسد على جنبه. الى ان انتهى الرجل من صلاته فنظر الى الاسد وقال ايها الكلب انظر لك رزقا في مكان اخر. دور لك على رزق في مكان ثاني. فيقوم الاسد يهز ذيله ويمشي. الراجل بيقول لك ينخلع قلبه من الخوف اللي قاعد على الشجره عشان الاسد ما يشوفوش. فلما نزل بقى قال له لا ده حاجه مطمئة يعني ما ينسكتش عليه. يعني ايه اللي بينك وبين ربنا للدرجه دي؟ قال له والله لولا خوف الشهره لحملت على ظهره وركبته. لو انا مش عاوز بس بدا شهره ورياء قدام الناس كنت ركبت على ظهره وخليته يمشي بيه. هذا هو اللي احنا بنقوله، خاف من الله ومن خاف الله خوف الله منه كل شيء. هل هو الصحابي اللي كان طالع في الجهاد اللي طلع على الشجره وخايف ليه؟ ما كانش بيعبد ربنا؟ بس مقامات. مقامات. اذا فمن العبادات القلبيه ايضا الخوف. ايضا منها الرجاء، زي ما بخاف من ربنا ارجو رحمته. ولذلك يعني يبقى ليك دلاله على ربنا. ومش يعني الواحد بيبقى عشم مع اخونا او الاخ ده او الحاج لصله قويه بينه، لما تبقى بينك وبينه صله تلاقيك ماشي كانك بتتعامل معاه زي الاخ. وكذلك والله المثل الاعلى، كل ما يكون بينك وبين ربنا صله وطاعه تلاقي شفت اللي مالي ايده من ربنا، لو قلت ربنا ربنا هيديك. كده مش ربنا بيقول كن عبدا ربانيا تقول الشيء كن فيكون، مش عشان انت فوق البشر، عشان يكون الشيء بأمر الله له. ولذلك مما يروى ان امرأة كانت عجوز فقيرة كبيرة في السن، جات عملت لها كوخ صغير كده عشة تسكن فيها جنب قصر ملك كبير. وبعدين لسوء حظها الملك جاي بيطوف كده بالجنود حواليه والخدم والحشم حوالين القصر، فوجد يعني كوخ يعني عشة بالحطب جنب القصر. يعني ازاي قصر مرصع بالذهب والفضه وجنبه يعني كوخ زي ازيلوه من على وجه الارض. وكانت الوليه بتطلع الصبح تسعى على ارزاقها وحوائجها وتيجي بالليل تبيت فيه. فطبعا الجنود زالوا الكوخ من على الارض، فرجعت المراه في المساء فلم تجد كوخها. يا جدعان سالت قالوا إن الملك عابه أن يكون هذا الكوخ بجوار القصر فأمر بإزالته. هي ممكن تدعي عليه، ممكن تدعي عليه، ممكن تشتمه حق إيه؟ ممكن تقول للناس الدول ولمولي حق إيه؟ صح ولا لا؟ لكن هي ما عملش ده كله، أنت عارف قالت إيه؟ إخواننا الله يعني عاوزين نرجع لربنا سبحانه وتعالى. رفعت يدها إلى السماء وقالت اللهم إني كنت غائبة فأين كنت أنت؟ أنا كنت مش موجود، أنت كنت فين؟ وإذ بالله عز وجل يأمر جبريل عليه السلام ينزل فيقلب القصر على ما فيه ويعود الكوخ مكانه. عايزين يا إخواننا أنا يعني هذه مش قصص، هذه يعني واقع عاشق الناس بالايمان. ودي اللي احنا بنقول احنا برياض مليار وثلث مسلم واكثر واحنا ولا كاننا حاجه. عاوزين الايمان، عاوزين سيدنا سعد بن ابي وقاص لما كان في المعركه واشتد القتال على المسلمين يعني خلاص هيهزموا، فعاوز يستنجد بمين؟ ما بعتش سيدنا عمر بعت لمدد، أم قال الرجل اذهب إلى محمد بن واسع شوفه فين خليه يدعي لي. طب ما أنت عندك 10,000 صحابة، لكن هذا له حل مع الله. يوم ذهب الرجل فوجد أنه حاطط دقنه كده لحيته كده على السيف بتاعه وأشار سبابته إلى السماء يدعو بها. فالرجل رجع ولا كلمه ولا قال له. فقال له ما رأيت؟ قال وجدته قد وضع لحيته على سيفه واشار بسبابته يدعو به. قالوا اذا فانتصروا، وفعلا انتصر. بعد المعركه ما انتهت عاوز يمازح محمد بن واسع يقول انت كنت فين؟
الناس قاعده تحارب وانت كنت عيل لحياتك لله. قال له كنت اخذ لك بمجامع الطرق، بجيب لك من الاخر يعني، وما النصر الا من عند الله ان الله عز وجل. انا اكتفي بهذا حتى لا اطيل عليكم. نسال الله عز وجل ان يجعلنا من يستمعون القول ويتبعون احسنه. كان نفسي نخلص ونبدا في الايمان بالملائكه في الاصل الثاني، لكن يبدو قد يكون لنا يعني ان شاء الله باذن الله حديث اخر مع هذه القضايا. نسال الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا. اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم انفعنا بما علمنا، وعلمنا ما ينفعنا، ورد لنا علمنا عند الحاجه اليه. اللهم اجعل علمنا شاهدا لنا لا علينا. اللهم طوع قلوبنا لطاعتك، وطوع جوارحنا لعبادتك. اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا غيرنا، واجعل سعينا كله في رضاك، واجعل كل قضاء قضيته لنا ان يكون عاقبته رشدا. اللهم وفقنا لعمل الخير، وفقنا لخير العمل، اعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وانكر لنا ولا تنكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك منيبين، اليك مخبتين، على الصلاه من المحافظين، ولاركانها من المقيمين. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.